ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة من ايس يوتيوب جيمنج. هنلعب لعبة روبلوكس. هنلعب النهاردة في ماب ماد سيتي، فيها تحديثات جامدة جدا. ايه كانستش اهدى شوية. هدي نفسك. بدور عليهم. هم مين؟ والله بص، العيال هنا خاطرين قوي ومبهدلين الدنيا. ما احنا الشرطة يا معلم، هنروح بقى ونسيطر على السجن ده. اي حد هيهرب مش هيقدر. يلا انا اركب الكلب. استنى هنا. استنى يا عم، كلب ايه يا عم؟ خليه والله يعضك. لا لا خلاص خلاص، استنى يلا بينا. تعال بص، في مساكين اهم النوتيهات. في ولد شايف، ولد شايف من هنا. اه شايفه. فين فين؟ قول لي قول لي احداثيات. اوه مسكين. قول لي احداثيات. فين؟ بيضرب على مين؟ بس يا كابتن. ايه يا عم سيبك، انا بتستعمل يا معلم. احنا معاك. الكلب بتاعي خط احمر. السد في واحد دخل عندنا هنا في المكان بتاعنا. هنجيبه. يلا وراه. اوه الباب مفتوح. دول قاعدين بيرقصوا والله. يا حلاوتكم يا جمالكم. يا رايقين. فراغ في فرحه غير عاديه حاصله. اه تعال يا عم نتمرن شويه. المساكين كلها قاعدين خايفين، قاعدين في الحجره بتاعتها. لا لا بص، ابو شعر كنيش ده انا مش فاضي. سيبني. ايوه نشن يا عم. ايوه جلوفيس ادينا ولا سيف. يا سلام يا سلام. قاعد بتمرن وبنشوت جن يا معلم. اوعى تلمسني يا ولد. اجري بسرعه. انا حاسس اصلا اللي بيتمرن السدير اللي انا لابسه، لكن مش انا خالص. يا لهوي. ايوه خلي الولا اي حد يقرب مكان ده حمله غاز بس. يا سلام كده. يا سلام ادينه. خش معاك. هوب هوب هوب. ايوه ماسكك ده ولا ايه؟ بس يا عم اجيبه عليا. اجري اجري. اللي انا عملته يا عم. يا عم انت بتعمل، انت اللي حذفت الدخان ده. انت مش هتستريح غير اما يطلع لك زهالك من قلب الاخضر ده. تعالى تعالى بص بص، ليه في حاجات جميله جدا بره شباب. على فكره ده من الادوات اللي انا معايا في الرايه دي، دي من ضمن التحديث. بص اتفرج. حلوه قوي. أوه. بس يا عم انت بتجيب عليا انا. يا ست عين نوت. تعالى هات الاثنين اللي بيرقصوا دول. ايوه. لا يا عم دول شكلهم. ايوه مشغلين راس هنا بس. هي بص البت النوتي. اه يا مكرمه يا نوتي. اه يا مكرمه يا نوتي. بتقلدي كده انت. امسك. بص ده بيفكر. اوعى اوعى هيكون مصيرك. أوه. كنت امسكه. بس ايه ده البنت. ايوه يكون مصيرك الدخان هنا. سامع يا نوتي؟ اجري. طب طلع الكلب. طلع الكلب. استنى استنى. دي العيال ظبطته. الولد بهدل. شوف في واحد هنا اتقبض عليه كمان. كان بيحاول. واحد اصلا مسكني. اقف هنا يا كابتن. اقف هنا. يا ابني ده بيبص بيحاول اهرب ازاي؟ احنا نهرب بس هو لا. هو بص مش عارف. هو مش بيفكر. يا ترى الناس دي كلها بتبص لي كده ليه؟ يا ابني في مجرم بره. شفته دخل جوه. هنطلع بسرعه. اه يا نوتي. اه يا نوتي تعالى. ايوه الشرطي يا ابو الاساس. مش عايز لك بالمرصاد. هاي دي تعالى. ايوه ايوه كده. الولد اتنسف يا جدعان. تعالى تعالى معايا ناخد بقى الموتوسيكل الجديد. ايوه اوكي. ايه ده اخوك ركبه؟ تعال ولا ولا يا نوتي. يا ولا يا ولا يا ولا. تعالى بس يا كابتن. اخذوا. تعالى يا عم سيبك منه يا عم. واحد تاني مجرم تاني وخطير. هو بس هنا العربيات شغاله سارينا. ايه ده بطريقه غريبه. تعالى لقيت واحد اهو. تعالى ايه الدوشه دي؟ هشتري واحد ب 100,000 يا ظلمه. يلا ابو الاسايس ادفع مبلغ محترم. فلست. اركب معايا يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده نزل تحت الارض ورجع تاني. ايه ده ده؟ يلا اركب واحده بس يا راجل. ايه ده؟ واحد بس بس مفيش مشكله. اعتبرني راكب. بص اللي راكب حصان. ايوه انت راكب على راسي يا نوتي. هعدفك. تعالى بقى نمشي ونسيطر. خافش امسك حلو. ايه ده؟ اه انزل انزل. استنى هفتح لك الموتوسيكل. ماشي اتشبط في الهواء. استنى يا جدع فين؟ ايوه صح. تعالى يا عم اركب. اون اوف. لا فريندز انت ينفع تركب انت. تعالى اركب جرب. يلا اهو تقريبا انا اعرف اسوق لكن ما اعرفش اركب. اه طب تعالى يا عم خلاص سيبه. يا لعبك يا كريم. تعالى يا عم ما تعمليش بقى بطل ومسيطر. اركب يلا. اركب ولا اطلع ولا اعمل ايه؟ أوه. اركب اركب معايا في الموسيقى. في العربيه؟ اركب يا نوتي ما تنامش وسيط. اقف اهو. يلا بقى. يلا ايه تعالى خد تعالى خدها معانا. يلا. لجلجة وحصتها حوسة. تعالي. انا اسف. يلا يا عم انت عارف دي روبن جديده دي. بص على عينيها واخده خط كده. تجري ورا بتنشن عليها بالسنايبر. اجري اجري بسرعه بسرعه. بقول لك خلينا نشوف طيب الاماكن اللي هم بيسرقوها. مفيش اي مجرم. الهرم؟ ايه؟ لا يا عم الهرم مفيش حد.
لا ورا المتحف كله تمام. الوضع تحت السيطرة يا معلم. يعني هم عرفوا ان احنا جينا خلاص كده؟ احترموا نفسهم؟ هم خافوا يا حبيبي، عرفوا بلاسيس جاي. طب بس بقى عشان انت بتنزل عليا غرامات، كسرت الشجرة. لا يا عم غرامات، انا فكرت في حد هنا. تعالى تعالى يلا شباب بقى، ما تنسناش بقى باللايك. خلينا نوصل الفيديو ده 40,000 لايك عشان في مجرم همسكه دلوقتي واتحداك يا كنيسة. طب يلا بينا. ايوه طبعا في عربيه، يبقى في حد خطير. ده شورت دخل يسرق. ايوه في واحد، تعال واحد خطير، واحد خطير، وعايز تركز رهيب. يلا بقى يا سيد مجرم، يلا عدوا عدوا يا معلم، عدوا من ودنه. اديله اديله ما تنوش يا جدعان. طب انا اعتقل مين ده؟ اعتقلت هو متفات. ايه ده يا عم؟ حرام عليكم يا جدعان، واحده واحده على الولد. يا ربي ده ما لحقش ياخد نفس والله. والجبايه الحلوه وراح فيها دي، الناس هتخاف تعمل اي حاجه هنا. يلا بصوا المدينه، كل العالم الكهرباء، كله قاعد في الحجره بتاعته. استنى انا اشغل السرينه. واوي واوي انت مشغلها بزورك؟ تعالى تعالى بص هروح لل ايوه ايوه اهو ده كلهم هناك اهو. تعالى يا حبيبي انزل. يلا بقى خرابي، ده محتاجين ابطال، محتاجين ابطال. ايوه فين؟ تركيز رهيب. تعالى يا نوتي، تعالى يا نوتي، ادينا ولا سيس جوه السوسه، خليه جوه، اديله واحد هنا كمان، خلي الكلب هيعض دلوقتي. بص الكلب وقف له ازاي؟ ده لو فكر يطلع هيتنسف. قرب بس، قرب بص، قرب وشوف اللي هيحصل له. هو الكلب عضه عضه عضه، انا بقى الارض عضه الكلب. تعال الولد بيطلع في الروح اهو، افتح يا نوتي. الولد ملبوس، بص بيعمل ازاي. ايوه بص بقى هجيب له بقى حته على السريع كده، ندخلها لك يا نوتي. ايوه دخل جوه، فرقع فرقيع. الكلب دخل قعد معاك هو، جابوا البطل والله. يرجع في حد عندنا اتصاب. يا نوتيهات، بس جابوه منين دول؟ مش عارف، بس هبص فوق على اليمين الولد نوتي، حد فوق. شوف بقى ابو الاساس هنتقم منك ازاي يا نوتي. اوه الولد مش بتخش له، مش بتخش له يا كنشنش. استنى يا عم هو محمي. حظ والله، بس والله بص الجبنة خبطوا الولد وجريوا. بص بص نركب احنا السرينه، قصدي نركب السرينه، نركب العربيه. تضحك انت يا نوتي. سرينا. بص نعمل نفسنا كاننا ماشيين. ايوه سيبك منه كاننا ماشيين، اكننا احنا بقى ايه خلاص خفنا. اهو بص بص هيطمن ويطلع. طلع والله، بص الخطه اشتغلت. ايوه تعالى نستخبى احنا هنا بقى 100 100. ايوه ايوه هو مش شايفين، مش شايفيني. خليه يطلع بس السوسه ده. ايوه توصل له بس دي الاول. لا 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 بيضرب عليك، بيضرب عليك. لا لا مش هيقدر، مش هيقدر، مش هيقدر. هو خايف اساسا. يا بطل هو خايف مع بعض. خايف كمان والله، مش قادر يطلع. اهو في واحد قدامي. جابته جابته اهي. اهو في واحد. واتفرجت والله انا متعجز جامد. تعالى يا نوت، تعالى يا نوت انت وهو. بيفتح الباب، بيفتح الباب وهيخرج. ايوه تعالى يخرج. تعالى يا نوتي، تعالى يا جبان يا ابو عين زيخ، تعالى لي هنا. اه يا نوتي تعالى، خلي الكلب يعض بس يطلع بس الاول. بيفتح الباب ويجري. هبص بص الكلب داخله، الكلب داخله يا معلم. مش شايفني. هو خاف، حاسب انت بتضرب الكلب كده. لا 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 بعد اوه كده هيتجاب. يا زكي شفته انت بتقف عليه من بعيد. شفت بقى يا شباب 50,000 لايك لابو العسعيد. لا والله جامده، حركه ذكيه. لا والجديد البتاع الجديد ده جامد جامد، احلى سيطره. بس خد بالك هما مش هيرجعوا السجن، فاهم؟ هما هيرجعوا بقى للمكان السري بتاعهم. تمام حلو. طب احنا كده هنعمل ايه؟ يلا نلحق ناخد عربيه. احنا عملنا اللي علينا علينا. يلا يا كنشنش. انت انت ركنت العربيه كده يا نوتي؟ تعال. مش انا على فكره، استخبيت بس وراه. هي شكلها بايظه. تعال نشوف اي عربيه من دول. اوه اسعار جامده. تعال يا عم انزلك عربيتي اللي هي لسه بقى جايبها طازه. راحت فين؟ ايوه نخش هنا. لا اوعى 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 اوعى. انا انزل اسمها ايه؟ والله نسيت اسمها. عربيه. استنى يا عم اجيب لك والله عربيه تعجبك قوي. لا مش دي. يا عم مش دي يا عم. لا عجبتني خلاص هاخدها. استنى يا جدع. ماشي حلوه قوي دي. استنى اجيب لك واحده حلوه. ان شاء الله تكون هي دي. موستيكل موستيكل. انت كل ما حاجه تجريني عليها ما يطلعش هو، يختفي. استنى
استنى يا كنوش، استنى يا حبيبي. ايوه اوعى راسك يا نوتي. اوعى الولاسة. حلوة قوي دي. تركب بقى وتعيش حياتك. اوه بس انت فتحها لي، اعرف اخش؟ استنى بس هسوق انا الاول، انت اوعى تسوق. يلا. اوكي هسوق ازاي؟ يا سيدي. أيوة. كمان. والله العظيم. يلا بقى يا نوتي. انجنزايزر. انجنزايزر. تيري تيري. يلا بقى. ايه ده؟ مازنجر مش شغال. ايه يا عم العربيه علقت ولا ايه؟ علقت في راسي. لا انا نسيت اسوق. اوعى يا جدع كل دي راسي. هو ممكن عشان الكلب معانا. يلا اركب. والكلب واخد مكان. طب يعني ينفع كده تلاقي ان انا ورا بتاعي الكلب؟ اتحرك بدات تتحرك. ادي يا ابو رسيس جابت قماش. استنى خلاص بقول لك جابت قماش يا نوتي. اين انت يا كريستيس؟ انا هنا في مجرمين. كريستيس جاي لك وجايب الدعم معاك. كل المركز ورايا حبيبي. خش يا نوتي، هنا في عمليه سرقه كبيره، لازم انا اخش يا معلم والحق. النوتيهات عشان عرفوا ان انت قايف لوحدك. انا دخلت في اللي عليها فلوس كلنا. فين العيال؟ استنى احدفع لهم دي جوه بقى، هيعيشوا حياتهم بقى دلوقتي. يا سلام عليك. احنا وصلنا عربية الدعم. طب خش لي جوه انا مستنيك. ماشي اوكي. يا رب الباب يفتح يا رب. ده انا بهدلتهم يا عم، ده لو حد جوه كان زمانه اتنسف. هو على الفلوس. فوق ولا تحت؟ تعالى يا كنشنش في فلوس حلوه هنا. فوق ولا تحت؟ طيب يا عم انا جوه يا عم عند علامه الفلوس. شفتكم يا نوتات. امشي يا نوتات. هنعدي ازاي؟ هنعدي ازاي؟ انت خليتها كلها كحلي. انا مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. اروح فيها يا ربي. اهرب انا بسرعه. اهرب اهرب يا سوسه. شفتك. يلا تعالى بقى. يا كلكم سوسه. كلنا وراك. بتسحفوا يا نوتات. تعالى. بيبا بابا بيبا بابا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كلنا اتزنقنا. انا هنج. ايه ده؟ يا سوسه بيجري. بيجري سوسه. خلاص كده الحمد لله. كده تحت السيطره يا معلم. ايوه بقى. بس الراجل بتاع المصارعه ده يا لعبه. تعالى معانا. ده ضارب حد وجاي ورايا مش عارف ليه. فين عربيتك دي؟ عربيتك الصغيره دي؟ تعالى اركب. عربيه الصفرا. تعالى نشوف اي مكان تاني. يا سلام. اوعى الراجل المصارع راكب فوق. يا عم ازاي يا حياتي؟ لازم غيره. بص اتحرك. بقول لك انا يا المجرمين. بص ده قال لك انا يا ايسي. يا لهوي. طب انا راضي ذمتك يعني، احنا بالمنظر ده لو في مجرم هيعمل ايه؟ انت عارف اللعبه بتاعت تاور ديفنس؟ هم دول السنايبر اللي بيناموا فوق. بس بقول لك يا عم احنا كده مش قافلين العربيه. مش عارف ليه هم قاعدين بره كده. حاجه غريبه. هم بيحبوا. في واحد فيهم بيطير تقريبا، هو النفاسه بتاعت العربيه. بيقول لك حبيبي اركب يا عم. البطل ده تبعنا. تعال سوبر بطل. تعال يا بطل انت اركب يا عم. شيلنا بيها. اركب. طلع يجري كمان. هو اسرع. تعال يا مجرم. تعال يا مجرم. دول مجانين. المجانين في محيط وتعال يجري. فتح الرابع. بص تعال سوق العربية يا عم فلاش. عامل لي بطل يا عم فلاش. تعال طلع هجري خايف. ابو حميد. تعال ابو حميد. بص العربيات كمية محترمة. يا خرابي. يا العربية دي بمبالغ ضخمة. محتاجة واحد ملياردير. طب احنا ازاي شغالين في الوزارة؟ عشان تشتريها يا لهوي. استنى بقولك عايزين نروح للهرم لان في ناس بتسرق هناك النوتيهات. اهو عند الهرم في ناس. اجروا. لا يلا لا يا اطفال. خلي بالك قوي يعني. يلا 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 اجري بسرعه. انا بص هخلي العربيه قافله عشان ما تسرقش مننا. هي عربيه تعبانه بس. ايه ده؟ رحت فين؟ تعالى يا سلام. اركب يا عم. اركب. استنى يا كابتن. ايوه تعالى. ركبت انا. انت خلي بالك عشان في باركور. مفيش وقت يا عم. والله العظيم جميل. تعالى يا مجرمين. ايوه. حسام نط العربية. نط 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 العربية بتجري. انا اتخضيت والله. هو نط نط وتعالى الحق وضعهم فوق. حلوة. لعنة الفراعنة يا عم. ولا ايه؟ تعالى تعالى ده احنا دخلنا اللعنة. تعالى معايا. خش جوه. ايوه باركور بقى هنا. خلي بالك ماشي. ايوه ربنا يستر. معانا البطل فلاش. عشان هنا في ترابات. يا لهوي ده ترابات كتيرة قوي. انا بقول لك خلي بالك واحده فيها تروح فيها. يا بطل
لا مش عايز اروح فيها. لا 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 انتوا كلكم رحتوا يا عم يا نوتيهات يا اصحاب فورتنايت فورتنايت والله يا اصحاب فورتنايت والله ده لعبه عيال يا عم ان انتوا فيه. استنى بس استنى دي الاول تعدي ايه يا الله بلاسيس كنت هروح فيها بس انا دي تروح بس انتوا جبنه يا عم صح؟ هاجي لك هاو ما تقولش جبان بس ما تقولش البطل كمان راح فيها يعني هعمل ايه طيب؟ بص بقى البلوكات بقى الناس دي ربنا يستر كل ده عشان اجيب المجرم النوتي يا الله بلاسيس هو دخل ازاي اصلا؟ انت اسالني انا؟ اساله هو خرابي دخل ازاي الواد مجرم هو شايفه جوه والله بس شكله بطل طب اقف بعيد اضربه بطل بيعمل كده اوه استنى يا عم انا جهزت نفسي واحنا جايين لك يا بطل اديله يا ايزي ما تسكتش يا عم ده بطل واقف جوه هجيب اهو بطل والله وبطل واقف جوه انا مش هو بس في كميه ذهب هنا بقى ومجوهرات ودلع وحرام اوه على الفلوس ايوه بقى على الفلوس وفي فرخه كمان بس لازم تقريبا تعمل 5 مرات عشان ما تصيبلكش اللعنه تقعد توطي 5 مرات بنعمل ايه دلوقتي؟ مش متأكد قوي يا شباب فخلينا نجرب يا. استنى 1 2 3 4 5 عارف بقى كده مالك بس خلاص جاي لك كمان رحت فيها انا انت رحت للهرم تاني؟ انا رجعت للقاعدة يا عم طب نرجع لك احنا القاعدة بقى يلا بينا يا شباب خش خش يا حبيب قلبي خش سنتر بحاله تعالى خش خش هاوي والله يا عم في حد عارف يتحرك اوه في ناس بره الحق الحق بسرعه انت في المعرض ولا فين؟ لا عندنا في السنتر بيكسروا كل حاجه يا نوتي شفت اهو انا خلاص ما لحقش يفرح طب اقول لك على حاجه حلوه احنا ممكن ناخد الطياره حلو ونسيبها لهم بحيث اللي عايز يركبها يركبها قافلها نوتي فهم هيقفلوا الطياره طبعا اكيد هم بقول لك انا عند المقر الرئيسي فاهم اوكي واحنا جايين لك هوا خدت انا كلب على السريع وندخل بقى على السريع يلا فينكم يا جبنه ناخد بقى الاسكار وحركات تعال حيل يلا يلا بسرعه وصلنا لك ومعانا ابطال كمان الحمد لله سلام تعال خش خش يا حبيب قلب خش اديله هنا في واحد دخل عادي افتح كمان يا نوتي يا نوتي 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 تعال نوتي تعال ما تسيبوش ولا اطلع وراه هرب 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 يا فظيع والله قفل اللعبة قفل اللعبة يا عم هو في حرامي تحت شايفه هو اوعى تفكر استنى انزل انا بقى على طول عشان حتى لو فكر يسرع حاجة اوعى يا نوتي هو بص هيت شوت على طول سامع احنا نفتح طب انا اديهم كارت اديهم الكارت بتاعي وهم مش واخدين بالهم لا انا هعمل كاش ناخد الكارت اعمل نفسك اني مش واخد بالي وانا اعمل نفسي مش واخد بالي ياخدوا الكارت يا ابني ده الولد بالمنظر ده مش هيعمل هيجري مننا طالع تقلق يا نوت طلع يجري راح فيها ايه يا عم كميه الدخان دي بتنقصه انا ابتديت اشك ان ده مش دخان ابتديت اشك ان هو مش دخان دي حاجه ثانيه مين اللي حرف انت الواد ده واكل بيض ايه يا نوتي رول ده جايب مين انت راح رحت له البيض صح رحت فين انا لو معاه انا كان زمان كلت انا البيض طب اقول لك ايه بما ان كده خلاص كل حاجه متسيطره ما تيجي احنا نخش له تصدق مش عارف اخد الادوات يا عم ليه العلم مسيطره يا عم على كل حاجه لونها ملجلج وطالع عينه طب ما نحاول نساعدهم يا عم يهربوا مش نمسكهم كده مفيش حد هيهرب هما كل ده شايفيننا كتير وبنتحرك كتير يلا كباتر خش 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 يا بطل ده انا وقفت جنبه ساعه عشان ياخد الكارت ما عرفش لا بص اللي بيسرق الكارت من ال يلا كفي يا عم كلك عليا ولا ايه ذكي اوعى اوعى ده احنا كده بنحرسه مش بنمسكه هو لو فكر بص كل حاجه جاهزه كلاب عربي بتجري ليه يا نوتي بص بيجري ازاي بيجري باصص لفوق في واحد نوتي تعالى تعالى اوريلك فين فين بص ده بطل فوق نزل خلاص ده بعنا ده يا عم يا ولد يا شاي اضربني اضربني لو جدع يلا هقول لك انا على حاجه حلوه تعالى احنا نخرج بره وندور على حد
عندي هنا الحقني سيبه طلع بره لا لا هنا اهو امسكه بسرعه جايلك جايلك هوا يا معلم يا رب ايه السوسه فين جبته كلبشته ايوه تعالى اقف عندك يا عم ما بفكرش والله هركب انا الموتوسيكل بقى بتاعي واروح بقى ماشي يلا خليكوا انتوا هنا بقى اوكي يلا. احنا هنأمن هنا ايوه سيبني انا اشوف وظيفتي يا معلم زاحوا شويه يا ابطال انت عارف الموتوسيكل ده بتاع ايه بتاع البوسطه بوسطه يلا ولا اساس افتح يا كابتن افتح افتح له يا كابتن يلا امنوني انتوا بقى باي 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 طبعا يا شباب انا هقف لحد هنا في العجبه كده الفيديو ننسى ناس باب اللايك واتمنى انكم تشتركوا معانا في كاونتر ريستا جولات معانا واشوفكم مره جايه فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج يلا سلام.